إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نبينا الهادي محمد عن سائر الخلق اصطفى. نبينا الهادي محمد عن سائر الخلق اصطفى. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه زينب يونس. الله الله سبحان الله. أحبتي، أفضل تحية في الوجود علمنا إياها نبينا حبيب ربنا المعبود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الله أبعثه في كل قلب له نور يحركه ليبصر المجد في ظل له ضافي. الله الله سبحان الله. أبنائي وبناتي طلائع الإيمان، استمرارا في التواصل معكم، هيا بنا نستمع إلى هذا اللقاء مع طالب يسجل لأول مرة. هيا بنا نلتقي به ونتعرف عليه. محمد عبد الخالق فرج العنتيل من قرية ميت بشار، مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الله الخالق البارئ المصور يسبح له ما في السماوات.
السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. قل هو الله أحد الله واحد فرد صمد الله قد تعالى عن شريك وشبيه وولد الله وشبيه وولد. سبحانه وتعالى جل جلالك يا الله. وحبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، هيا بنا أبنائي وبناتي نستمع إلى هذا الابتهال من الابن محمد عبد الخالق. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدي يا رسول الله، سبحان من عنت صلى الإله على النبي وآله والمقتدين به ومن والاه. النبي صلوا عليه، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. صلى الله. لكم تحياتي زينب يونس وتحيات الزميل أيمن كبارة من الهندسة الإذاعية. الله الله سبحان الله. كنتم مع برنامج طلائع الإيمان.